اختراق من العمق، اعتمد على التسديدات، اعتمد على الاطراف اللي هي اللي فوق الباكين، يعني حاجات كتير جدا ممكن ان احنا نعتمد عليها ما عدم وجود صانع العاب. طيب معايا المهندس محمود الشامي رئيس رابطه الانديه المصريه المحترفه. باشمهندس اهلا بيك. ايه ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وحشنا جدا. والله العظيم بشهد اطمن عليك دايما، نجاحات دايما وموسم سعيد لكم، ربنا يوفق النادي الاهلي بقى في المباريات القادمه ان شاء الله، ونفرح الجماهير ان شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله. يا رب ربنا يخليك يا باشمهندس، يا ربنا يخليك الله دايما كده بتنورنا في قناه الاهلي، طرف ونفسنا ليا. كده بقى تيجي تنورنا هنا في الاستوديو نعمل معاك يلا لقاء مميز عارف ان شاء الله. متاخر عنك، حبيبي متاخر عنك. حبيبي يا باشمهندس، يعني طمنا بكره عند حضرتك ورشه عمل في الجبليه لبحث الاسلوب، انا بقول لك العنوان بالظبط، وبحث الاسلوب الامثل لعوده الجماهير. نعم يعني كلمني عن الشكل العام او تصور حضرتك بكره النقاش هيبقى في اي بنود، عايز ايه بكره من الاجتماع؟ حضرتك مفيش يعني افضل من فرصه تاهلنا لكاس العالم ونجاح كاس مصر في الجمهور ان احنا نستثمر التجربه دي ونستثمر المجهود اللي اتبذل قبل كده من الاتحاد المصري لكره القدم بالكابتن المهندس علي ابو ريده وعميد ثروت في ان احنا نرجعه كاس مصر ومجلس الاداره بجمهور، ودي بدايه مش عايزين نرجع لها تاني. تمام، عايزين نحطها بقى الدوري يعتبر يختلف عن الكاس، ما هوش ثلاث اربع ماتشات، لا بنتكلم 34 اسبوع ب 372 مباراه، فده موضوع نازل له اليه محترم، وده توجهات الحقيقه اللي احنا بنتكلم في اللقاءين اللي كان بسرعه مع الوزير اشرف صبحي اللي منهنيه على الامتداد ان شاء الله خير سلف، ان شاء الله خير سلف باذن الله، والمجهودات اللي مبذوله هو معالي الوزير محمود توفيق اللي بيكمل برضه اللواء محمود توفيق قوه اللواء مجدي عبد الناصر. احنا هدفنا المره دي جديد ان احنا بنعمل بطاقه المشجع، بطاقه المشجع الفان اي دي، ده بطاقه دي تجربه نجحت نجاح باهر في روسيا. تمام، كان الناس بيراهنوا عليها وكانوا بيقولوا ان ديت اسلوب معقد وان الناس في الاول في البدايات وهي بتطلع تقطع التذاكر لازم تخش على السيستم عشان تطلع الفان اي دي وبعدين تقطع التذكره، فكل ده كان يعني كان واجب صعوبه، لكن احنا الحمد لله الاتحاد المصري لكره القدم بدا مجهود كبير جدا مع الشركه المسؤوله عن هذا الموضوع في الاتحاد وعملها تجربه مش مكملتش قوي لسه في البدايات، لكن احنا في الهدف الثلاث اسابيع دول ان احنا نجهز قاعده بيانات محترمه 18 نادي، دي سهله جدا. احنا فصلنا ما بين بطاقه المشجع والتذكره، الاول بندخل قاعده بيانات، في انديه كتير ما خلصت زي النادي الاهلي عنده قاعده بيانات جاهزه، يبقى في لينك بيننا وبينه. التذاكر لكل نادي اتفقنا ان احنا يبقى عندنا 10% من السعه الامنيه لكل ملعب، ودي بدايه، والدخول هيبقى لصاحب الملعب فقط. بنسهل على الامن، بنريح الامور، ودي كانت توجهات برضه ان احنا عايزين نبدا خطوات صح. مش هنبدا خطوات 100% يعني 100% يعني ايه؟ السعه الامنيه الكامله للاستاد وجمهور المتفرجين لما يكون كل الاشتراطات، واحنا نقدر نتكلم على اعلى مستوى بطاقه مشجع، مش هتخش الا معاك تذكره مع البطاقه بتاعتك، يعني انت معاك البطاقه ما تخشش لوحدها، ولو معاك تذكره لوحدها واحد ادالك مش هتعرف تخش لما تكون انت مسؤول ومعاك الكارنيه الاي دي بتاعك. تمام، ده قولا واحدا. والكاميرات طبعا على اعلى مستوى، في استادات كبيره جدا هيتم فيها ترقيم العدد المتاح مسموح له بالدخول، سهل قوي ان احنا نرقم 3000 كرسي او 4000 كرسي ما فيهاش مشكله، لكن هيبقى المشكله خاصه بالمواد الالكترونيه الخاصه بالاستادات، دي هتبقى مسؤوليه الاستادات واصحابها سواء من القوات المسلحه او من الانديه او من وزاره الشباب والرياضه، ودول بداوا فيه يعني معالي الوزير اتكلم على ان القاهره خلاص هيبدا واتباعا فتحس ان الموسم الجاي ان شاء الله او على نهايات الموسم هنكون خدنا قرار جربنا موضوع البطاقات سواء في غاز مصر او في الدوري، لكن هنبدا بحوالي 70% ان شاء الله. ده الاستحقاق اللي احنا اتكلمنا فيه، ده الرؤيه اللي احنا نعرضها على الجهد اللي احنا بنقدمه، يبقى العرض ده مرهون بموافقه الامن، وده هو اصلا كاراده سياسيه لهم رغبه اكيده بعوده، وبرضه عشان دي سماعه حقيقه ندي كل واحد حقه نديله حق الله. تمام، عمر ما الامن وقف عقبه في هذا الموضوع، احنا كان بيقول علينا دور مهم جدا كان لازم نعمله في الاستفاده الامنيه، رجعنا فيها بعض الخطوات، حتى لما كنا في الاستفاده الامنيه لو تفتكر يوم حدث الدفاع الجوي دخلت الجمهور بكامل هيئته، ما كانش عندنا يعني بعض المعوقات عالجناها، مجهود اتبذل من الوزير السابق احنا بنديله حقه، والمهندس الوزير مجدي عبد الغفار وقفيل وزير محمد ابراهيم،
تعاقد الجماهير مع المستشار محترم رئيس لجنه الانديه المستشار مرتضى منصور، وعملنا مجهود ورجعنا ودخلنا وعملنا الاليه وعملنا البطاقه المشجع وعملنا الاستماره وعملنا حاجات كتيره جدا. كل دي كانت افكار، كل دي بنجمعها بشكل جديد في الورش العمل اللي هتتعمل بكره، والرؤيه والتوصيات اللي هتطلع ان شاء الله، واحنا عاملين لينك على طول مع الوزاره، يعني اول باول بيوصل لهم كل ورق العمل وورش العمل، وهم متابعينها خطوه بخطوه عشان ان شاء الله قدام القياده السياسيه والرؤيه السياسيه ملف كامل خلال الايام القادمه ان شاء الله يكون محسوم باذن الله. اتمنى نحسن معاه كمان رغبه بورسعيد في تحقيق امنيته ونلعب على ملعبه ويطلع يلعب الناس على ملاعبها كالمعتاد، وماتش الاهلي والاسماعيلي اللي هو في بدايه الدوري رايح جاي، هم دول الحياه، وان شاء الله في اتصالات مع الاخ العزيز الحاج محمد طويل عشان ملعبه لسه لم يحسمه بعد. يبقوا دول المعوقات الاربعه اللي عندنا خلال ثلاث اربع ايام. كمان بيعقف الاخ العزيز الفاضل رئيس لجنه المسابقات، تم تجديد الثقه بيه الموسم القادم الموسم الثامن على التوالي، الحاج عامر حسين، لاعداد اللائحه اللي تساعد كنا عملناها واعتمدناها، لكن طبعا ما كانش فيه جمهور فما كانش الناس حاسه بالعقوبات، لكن بنضيف عليها كمان عقوبات شغب الملاعب المخصوص عليها نصا في قانون الرياضه الجديد، واصبحت كده اللائحه مكتمله تم عرضها على الانديه لمندوبين الانديه لمناقشتها واعتمادها لاول مره ناخد رايهم، واحنا كلنا اسره واحده مندوبين 18 نادي هيجي كابتن عامر ان شاء الله يناقشهم فيها قبل اعتمادها، وبند بند ونعرفه باقتناع ان كل واحد معاه نسخته قبل بدايه الدوري، كمان بنناقش فيها، كمان بشارك في اداتها، عامل جلسات استماع لها، شايف ايجابياتها وسلبياتها، شايف الضوابط بتاعتها، لان دائما ما كنت رئيس نادي في الدوري الممتاز كنا بتيجي اللائحه بتاعت عميل وما كناش بنقراها بالظبط. انا بناقشك فيها وبقعدك فيها وباخد رايك فيها ان شاء الله، لما تكتمل الجهاز يبدا ان شاء الله موسم 1/8 يكون موسم على قد قلقنا فيها، لكن ده الناس مستعدين. انا شايف ان هيكون ان شاء الله انجح موسم، عاملين كمان يوم الثالث ورش عمل على قد قلقك من ايه يا باشمهندس؟ على قد قلقي من الاستحقاقات اللي موجوده، يعني بتتكلم على الاهلي والمصري ربنا يوفقهم، يعتبر بيشتغلوا بروحين بتاعت ارواح، الروح البطوله اللي شغاله دلوقتي هتنتهي في شهر 11، والروح الثانيه البطوله هتلحق وراها لاول مره في تاريخ الاتحاد الافريقي من شهر 11 ل 5، ثم البطوله العربيه اللي هتبدا في شهر 7 و8 استحقاقاتها وتصفياتها لو اكتملت في شهر 1، يبقى انت عندك الاهلي داخل باربع ارواح بالظبط، روح البطوله العربيه، روح بطوله الابطال اللي موجوده دلوقتي، وبطوله الابطال بتاع الموسم الجديد، ثم الدوري، ثم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاس العالم للقارات لما يتم ان شاء الله يتوفق ويحصل، يبقى عنده خمس ارواح في موسم واحد حتى 2012، استحقاقات قويه جدا للانديه المشتركه الافريقيه والمشتركه العربيه والدوري الممتاز. هي اللخبطه بتيجي من فين يا باشمهندس؟ انا بطولات ما شاء الله كتير جدا، لكن اللخبطه بتيجي من فين؟ هل هي بتيجي من الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد العربي ولا الاتحاد المصري؟ هو صحيح هو بص كل تغيير له ضريبه، يعني هو حقق الحلم بتاعنا طبعا، كنا بنحلم ان الامم الافريقيه تبقى سنه واثنين، سنه امم افريقيا، سنه بطوله اوروبيه، سنه بطوله امم افريقيا بالظبط، سنه كاس عالم بالظبط. هو ده الصح، كنا بنشوف حضرتك في نفس الموسم شهر واحد والدوري هو متوقف والدنيا متوقفه واللعيبه المفروض تاخد راحه سلبيه، في عمل اصابات كبيره جدا متاخد منها الاتحاد الاوروبي في لعيبته المحترفين واصابات شديده جدا، كان بيعمل لو تفتكر البطولات والمجمعات بتاعه بالظبط في شهر واحد، عشان يعمل تصفيات في شهر واحد فبيضطر يعمل تصفياته في غير مواعيد الفئتين، فكانت بتعمل مشكله كبيره جدا. ما انا عشان بسال حضرتك السؤال ده ليه؟ لان الجمهور دلوقتي اللي بيسمعنا باشمهندس بيقول طب ما ليه الدوريات الاوروبيه ما بيحصلش فيها المشكله دي؟ صح بالظبط كده، اكثر استقرارا، المفروض انت حضرتك اتحاد افريقيا واعرق الاتحادات اللي موجوده، المفروض جميع بطولات مرتبطه بالاجنده بالظبط، لانه دي توقفات دوليه ومعتمده، الوقت اللي بيتوقف فيه المنتخب المفروض يتوقف فيه النادي بالظبط عشان يبقى توقف واحد، لكن النادي بيتوقف في ميعاد والاتحاد بتاعه توقف في ميعاد، طبعا دي حيره بتعمل تظبيط المواضيع دي اتظبطت، طولوا المده بتاع التوقف الاجنده الدوليه بدل ما اسبوع بقى اسبوعين، يسمح للعب المنتخبات والانديه تمام، فالدنيا بدات تظبط يا رب يا رب لكن هاي لكن الموسم ده كنا بنتمنى الاتحاد الافريقي ما يعملهوش في موسم واحد، يعني يغير السيستم بتاع الانديه في سنه والسنه اللي بعديها يغير بطوله افريقيا او العكس، هم عملوا في سنه واحده
واحنا في نفس للأسف. الوقت بقى بعد يعني غياب طويل جدا بتعوض البطوله العربيه بجوائز غير مسبوقه، يشترك فيها 4 انديه بفرقه واحده، انديه الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي. فطبعا فرحانين طبعا بالاشتراك، لكن عبء جامد جدا اكيد وعبء على بيتنا. اكيد كده اكيد يعني هيبقى في توقفات كتير، عشان كده احنا بنأكد على دوري الرديف اللي هيتعمل، اللي هيجمع تطوير المسابقه 97، لانه ده هيساعد جدا جدا على نظام المسابقه، اللاعبين اللي هي التوقفات تبقى كتيره جدا، لانه عشان تقدر تحسم الامور. ما ينفعش تعرف حضرتك لما يكون النادي بيلعب خارج على ملعبه، وفق الانديه مشكورين ان هم في شهر من شهر واحد يلعبوا في نص الاسبوع في الماتش اللي رايح جاي على ملعبه في التصفيات، وعشان كده زودنا الخمس لاعبين في شهر واحد لجميع الانديه عشان نخدم الاربع انديه المشتركه في القطارات الاساسيه. لكن وهو خارج اوت هوم طبعا دي هتبقى صعبه جدا، لانه هيبقى خطوط الطيران غير منتظمه، ومفيش خطوط مباشره زي اوروبا، مش ربط ما بين الخطوط الاسيوبيه، ممكن تلاقي يوم او يومين تضيع حضرتك طبعا سافرت وعارف مع انبي او مع الاهلي. فهي دي المشكله الازليه اللي موجوده في خطوط الطيران الموجوده، اللي ما بتغطيش الوقت، ما نقدرش نلعب كل 72 ساعه زي التصفيات التوسع الاوروبيه والامريكيه. فيعني موسم هيبقى صعب، لكن انا هنعمله عاملين اجتياح، عاملين يوم السبت لحضرتك الورشه الاخيره، عشان بقى اللعيب لاعب المباراه واحسن لاعب في الاسبوع واحسن لاعب ان شاء الله، عاملينه وهيبقى بعدين عن طريق تحليل الاداء الفني. جميل جميل. برضه وعملنا بروتوكول مع كوره ستات هيعملوا البرزنتيشن بتاعهم يوم السبت ان شاء الله. كمان التراخيص الانديه، وده نقطه مهمه جدا انا حابب انهي ليها، معلش انا اسف طولت عليك، اللي هو الموضوع الخاص بتراخيص الانديه. مع الهجمه الثالثه واللي هي سلاح ذو حدين، استثمار في الرياضه المصريه وشراء الانديه، اذا لم يكن هناك معيار رياضي ومعيار مالي ومعيار قانوني ومعيار بنيه تحتيه ومعيار طبي الخاص بالشمول خاص بتعليمات الاتحاد الدولي وخاصه بالضوابط الخاصه بتراخيص الانديه، ستكون فوضى عارمه، ستكون عدم شفافيه، ستكون فوضى شديده تعصب في الانديه وتخلي التكافل فرصه الشباب. عشان كده عاملين الورشه مهمه جدا جدا في بريك في النص، عشان يا جماعه هي ستفعل التراخيص الانديه والشفافيه في اداره في الاعلان عن الميزانيات الخاصه بكره القدم، بغرض تطوير الرياضه المصريه وبغرض تطوير الكره المصريه وبغرض استثمار في الرياضه المصريه وليس تخريب الكره. والله يا باشمهندس كلام جميل جدا جدا، نفسنا نشوفه على الواقع، وان شاء الله قادرين ان احنا والله انا بحاول. بص يعني ربنا يعلم، انا والله العظيم لولا الايمان الشديد بحبنا للعبه واللي اتخذت من عمرنا 30 اكثر من 30 سنه، يعني بقى تعبان جدا. في ناس يعني جزء اي عايز اقول لحضرتك، اقول لحضرتك احنا عملنا حكومه في الظل، اشتغلنا، دي مش فكره لوحدي، ده فكر ناس محترمه جدا مؤمنين بالقضيه زي كابتن زير عمار، زي طاهر رافع، شباب محترم خدوا ماجستير وخدوا دبلومات في الفيفا وخدوا دكتوراه وبيدرسوا فيهم النهارده في روسيا، بيدرسوا ورش عمل في الفيفا، لكن مش لاقيين المناخ اللي طبقوه جوه الدوري المصري ودول الحرفيه المصريه. لكن يعني يعني كاس العالم وتبعياته ورؤيه، اتمنى ان شاء الله الدفعه اللي احنا واخدينها من الباشمهندس داني ابو ريده، ويتمنى كمان ان هو ما يسمحش باي حد يعوقنا بصراحه. يا رب يعني يا رب يساعد، لكن تبقى خش هو عاد الهليز بتوه وما ينفعش الرابطه تشتغل من دون الاتحاد ولا الاتحاد والرابطه، لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض. لما تحصل اي عدم يعني تجانس او توافق بين الاثنين في الاخر النتيجه بتبقى عكسيه. اكيد يا باشمهندس، يعني احنا عايزين نشتغل قوي تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم، اللي يقول بقى دي لجنه احنا عايزين نطور، يا عم يقول يا عم اعتبرونا شغالين جوه الاتحاد، بس نخدم الكرويات نخدم الحاجه، نتراجع وننكر ذاتنا، ولا عايزين يبقى منصب ولا عايزين ندي اختصاصات ولا قرارات، احنا اعتبرونا ترس صغير جدا جدا، هدفه المصلحه العامه، هدفه ليس وراء مكتب ولا وراء مغنم ولا وراء استفاده شخصيه، حاجه من الحاجات اللي الناس واخده بالها منها وبدات للاسف الشديد تبقى هي اللي بتحرك والباعث لجمهور كتيره الكره المصريه، ده هدفها الصالح العام ان شاء الله، هيبقى في البلد ده الخير، وهيبقى في البلد من هو مؤمن بالصالح العام ومؤمن بان ما يتاخدش هواه هو اللي بيوجهه، ده يؤمن بانه في رساله وفي امانه، يعني ربنا هيحاسبنا عليها، ونتمنى التوفيق ان شاء الله
في الفترة الجاية للدوري موسم محترم إن شاء الله. والله يا باشمهندس كلام جميل جدا جدا وكلام محترم جدا، وانا متعود مع يعني من حضرتك هذا الكلام، وان شاء الله تحققوا اللي انتم عايزينه واللي احنا عايزينه والجماهير المصريه عايزاه باذن الله. يا باشمهندس محمود الشامي شكرا جدا للمداخله اللي فصلت فيها حاجات كتير جدا جدا، كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم باذن الله، كل التوفيق للكره المصريه. اعتقد ان هو اتكلم في كل حاجه نتخيلها حتى ما